لن أعلمكم شيء بخصوص المحصلة، وكل المؤشرات تدل على أننا نسير في الاتجاه الخاطئ بفعل تفاقم ثلاث أزمات وثيقة الارتباط ببعضها البعض. أولاً، الأزمة السياسية التي تتمثل في تفرقع الحزب الأغلبي إلى شقوق في حرب طاحنة بينها. أقول أن السيادة الوطنية خط أحمر، أننا لا نعترف بمسؤول كبير يملي علينا إرادته. المسؤول الكبير الوحيد الذي يملي علينا إرادته هو الشعب التونسي ولا مسؤول غيره. يحدثونكم لأنهم يعيشون في عالم سحري عن تعافي الاقتصاد، وهو في أوج مرض يتطور من السيء إلى الأسوأ. ومن أعراضه اليوم هذه الاحتجاجات الشعبية في كل المناطق الداخلية والتي نتضامن معها. لا ديمقراطية فعلية وحقيقية إلا بهذا الحكم المحلي، ونحن حزب الحكم المحلي اليوم وغدا. أن جزء كبير من هذا الحزب الحاكم لا خيار له غير تجنيد كل آليات الغش للبقاء في السلطة بأي ثمن، وهو يعلم أن المرة الجاية ستكون هناك محاسبة. حزب الحراك هو اليوم يعني القوة الأساسية اللي باش تعاود ترجع للسياسة هيبتها وللسياسة مصداقيتها وللعمل السياسي شرفه. ونحب مرة أخرى نأكد على أنه الحركات الشعبية الاحتجاجية اللي قاعدة تقع اليوم راهي احتجاجات طبيعية وشرعية، وأنا مساندها طالما بقيت في إطار الديمقراطية وفي دارة العمل السلمي. ونحب نوجه بتحية لأهلنا يعني في تطاوين وفي كل الأماكن، ونقول لهم مطالبكم شرعية تمسكوا بها، لكن ردوا بالكم تنزلقوا إلى أي نوع من أنواع العنف. المؤتمر هذا هو نقطة التحول الرئيسية في مسار الحزب، لأنه يعني يفترض أن الحزب سيدخل بعد هذا المؤتمر مع يعني فترة حساسة جدا وفترة فيها الكثير من التحديات. سيقع تركيز الهياكل المنتخبة في هذا المؤتمر، سيتم مناقشة اللوائح بما يعبر ويرسخ خط الحزب، الخط السياسي للحزب، ونظرته للمسائل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحكم المحلي. الحركة افتك مكانه حتى من قبل أن يتأسس، بالعكس احنا حتى في عملية صبر الآراء في مرحلة متقدمة الآن، وهذا دليل على أنه هناك نوع من القبول للحزب في إطار الصف الوطني وفي إطار الصف الثوري. نحن نسعى إلى المراكمة في الموضوع هذا. العمل لم ينتهي، العمل سيبدأ الآن بعد المؤتمر، والأفق للعمل أفق واسع جداً.